منتصف الليل بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. شورى ثوار بنغازي يصد هجوما لميليشيات حفتر على محور وسط البلاد بمدينة بنغازي. الخارجية القطرية تدير تصريحات وتحدث باسم حفتر أحمد المسماري وتصف ادعاءاته بالكاذبة والمضللة. الأمين العام للأمم المتحدة يعين رسميا غسان سلامة مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا. أهلا بكم. حلقت مجموعة من طائرات الاستطلاع والتجسس الأجنبية المساندة لميليشيات ما يسمى عملية كرامة في سماء شمال مدينة بنغازي لتصوير ورصد مواقع مقاتلين مجلس شورى الثوار المدينة. مصادر من شورى الثوار بنغازي أفادت أن هدوءا حذرا يخيم على محاور القتال بمحاور وسط البلاد الخميس في بنغازي منذ ساعات الصباح الأولى. صدت قوات مجلس شورى الثوار بنغازي الثلاثاء محاولات تقدم لميليشيات ما يعرف بعملية كرامة صوب تمركزاتهم بمحور وسط البلاد، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر ذكر أن لغما أرضيا انفجر في عربتين تابعتين لميليشيات كرامة، كما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الاشتباكات حسب ما ذكر المصدر. بدورها قالت مصادر إعلامية إن مجموعة مسلحة مكونة من 4 أشخاص يرتدون الزي العسكري قاموا بالسطو المسلح على إحدى المواطنين أو على أحد المواطنين داخل عمارات 7000 وحدة سكنية. المصادر ذاتها أوضحت أن المجموعة المسلحة قاموا بالتسلط على المواطن وسرقة سيارته الخاصة وجميع ممتلكاته. قتل عنصران من ميليشيات ما يعرف بالكرامة وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي بمحور وسط البلاد. مصادر من مدينة بنغازي أكدت الخميس أن مدرعة تابعة للكتيبة 240 التابعة لميليشيات ما يعرف بالكرامة أثناء محاولتها التقدم بشارع فيترينو دست على لغم أرضي أدى إلى تدمير عربتين عسكريتين، إضافة إلى تسجيل خسائر بشرية في صفوف ميليشيات مجرم الحرب حفتر. قتل وانتهاكات وتدمير على كل من يرفض مشروع مجرم الحرب حفتر المسمى بالكرامة ودعم خارجي وصمت مريب. بنغازي ودرنا ستكونان شواهد على أفعال ميليشيات الكرامة وداعميه وما ينون القيام به في المدن الليبية الرافضة لمشروع مجرم الحرب حفتر. قصف مستمر على مدينة بنغازي وغارات عنيفة بعدد من الطائرات المساندة لميليشيات الكرامة وتدمير لمنطقة وسط المدينة التي تعتبر من أهم وأشهر معالمها التي بنيت منذ مئات السنين وأصبحت تذكارا لتاريخ المدينة. هذا الدمار غير المبرر، أصبح أمرا غير مستهجن ولا مستنكر عند الكثيرين في المدينة وكذلك في عديد من المدن بدعوى الحرب المزعومة على الإرهاب التي أطلقها مجرم الحرب حفتر لتنتشر كالنار في الهشيم في ظل صمت دولي مريب ودعم مصري وإماراتي وتخاذل واستخفاف محلي. ما يحدث من استباحة للأراضي الليبية عن طريق قصف الطيران المصري لمدينة درنا ومناطق الجنوب الليبي وتحركات لميليشيات الكرامة صوب مناطق الجنوب وتبريرات المجلس الرئاسي المقترح وإجراءاته التي تصب كلها في مصلحة انتشار ميليشيات الكرامة في عدد من المناطق، وكأنها تحكم الخناق على مناطق وجود الثوار في مدن أصبحت مستهدفة
من قبل مجرم الحرب حفتر في تصريحاته هو وأعوانه دون مواربة. فالعاصمة طرابلس وكذلك مدينة مصراتة أصبحتا هدفا معلنا لهم. كل هذه التحركات كانت بالتزامن مع ظهور جديد لما يعرف بتنظيم الدولة في المناطق التي تتحرك حولها ميليشيات الكرامة المدعومة بطائرات مصرية لتقصف فقط أماكن ومدنا غير داعمة لمشروع ما يسمى بالكرامة لإخضاعها والسيطرة عليها بشتى السبل، ولن يتورع في تدميرها وتشريد أهلها. فبنغازي ودرنا ستكونان خير دليل وشاهد على أفعالهم، فهل من أحد يتعظ بما جرى؟ قال مصدر عسكري من الجنوب إن طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر حاولت الإغارة على مناطق سيطرة الثوار في سبها مساء الأربعاء. المصدر أضاف قائلا إن المضادات الأرضية لثوار الجنوب أطلقت تجاه الطائرة المغيرة وأجبرتها على الابتعاد عن أماكن سيطرتهم. أعربت دولة قطر عن رفضها وإدانتها لما تضمنه تصريح للمدعو أحمد المسماري المتحدث باسم ميليشيات حفتر بتدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية وتمويل الإرهاب في ليبيا. مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية أحمد الرميحي قال إن توقيت التصريح وسياقه لا يحتاج إلى شرح، وكذلك هوية الجهات التي أوزعت له أن يخرج بهذه التصريحات، مؤكدا أن ميليشيات حفتر خرجت على الشرعية والممولة والمسلحة بشكل غير قانوني، والذي اشتهرت بجرائمها ضد المدنيين هي آخر من يعطي شهادات في تمويل الإرهاب. وأضاف الرميحي أن دولة قطر حريصة على العلاقات التاريخية المتينة مع الشعب الليبي الشقيق، وأن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى داعمة لخيارات الشعب الليبي الشقيق لتحقيق أمنه واستقراره. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الخميس عن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان له أن سلامة سيرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا يونيسيميل، موضحا أن سلامة سيبدأ مباشرة مهامه نهاية الشهر الجاري. وجاء قرار تعيين سلامة بعد أن ضمن الثلاثاء موافقة مجلس الأمن على التعيين دون اعتراض، كما حدث مع مرشح الأمين العام الأول سلام فياض باعتراض السفيرة الأمريكية نيكي هيلي على ترشيحه. التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجناوي الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا والسفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت، وتناول اللقاء واقع العلاقات التونسية البريطانية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا وأفاق الحل فيها. وعبر الوزير خلال اللقاء عن ترحيب تونس بتعيين غسان سلامة رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن جهته قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت إن الحكومة البريطانية تريد أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة. وتابع السفير البريطاني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الانتخابات الأخيرة في بريطانيا أنتجت حكومة جديدة، ولكن سياستها لا تزال ذاتها،
وهي أن تكون ليبيا قوية مزدهرة وآمنة وأن هذا في صالحهم. وأكد ميليت على أن ليبيا قوية مستقرة سيمكنها محاربة التطرف والقضاء على الهجرة غير الشرعية. And to deal with illegal migration. The United Kingdom has just had an election, and we have a new government. But the policy remains the same. The British government wants a strong, prosperous, and peaceful Libya. This is in our shared interests. The best way to achieve that is within the framework of the Libya political agreement. That is the best way to produce a strong and stable Libya, to combat terrorism. قال الأمين العام لمنظمة حلف الشمال الأطلسي إن المنظمة وافقت على تقديم مساعدات فنية وتقنية في مجال الأمن والدفاع للحكومة المقترحة. وأضاف ستنبرغ في مؤتمر صحفي أن حلف الناتو وافق على مساعدة ليبيا بالخبرات الفنية والتقنية، وسيقوم الحلف بتقديم مساعدات لوجستية في مجال الدفاع والأمن. وكانت دول الناتو اتفقت في يوليو الماضي على التعاون مع السلطات الليبية لوضع استراتيجية أمنية لمكافحة ما يسمى تنظيم الدولة. أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون على مواصلة بلاده لجهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية بما يخدم استتباب الاستقرار في المنطقة. تبون خلال عرض برنامج حكومته الذي يمتد إلى العام 2019 أمام المجلس الشعبي الوطني لنيل الثقة أضاف أنه بالنسبة للسياسة الخارجية فإن الحكومة متمسكة بمبادئ دعم التدخل في شؤون الدول ومواصلة العمل الدبلوماسي لحل أزمات دول الجوار سواء في ليبيا ومالي، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وتدافع الجزائر منذ مدة عن مقاربة سياسية خاصة للحل في ليبيا، كما احتضنت عدة جولات حاسمة في مسار الحوار بين مختلف الأطراف. ما فيش استثمار من أجل استثمار، أما بالتحكار. أشاد السفير التركي في طرابلس أحمد دوغان بموقع ليبيا الاستراتيجي مؤكدا على أنها سوق جذابة بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية والسياحية في تركيا. دوغان أوضح بأن الأزمة السياسية والاشتباكات تؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية المتواصلة وعدم تأسيس أجهزة الأمن اللازمة. كما شدد على أهمية أن توحد تركيا جهودها مع ليبيا للقيام بشراكات مهمة في المنطقة، خاصة أنها تعد من البلدان التي تقود حاليا تنمية الدول والشعوب الأفريقية، مؤكدا على أن تركيا وليبيا تملكان نفس الأهداف والمنظور فيما يتعلق بتنمية واستقلال القارة السمراء، وأن الحكومة التركية ترى أن التعاون مع ليبيا عنصر هام لتحقيق ذلك. أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا تحملت مسؤوليتها كدولة في مجال العلاقات مع ليبيا عبر فتح سفارتها وإقامة اتفاقيات مع الرئاسي المقترح والذي وصفه بالحكومة الهشة. جنتيلوني وفي تصريح صحفي له دعا أوروبا لبذل المزيد من الجهود بملف تحسين العلاقات مع ليبيا، داعيا إلى إيجاد سياسة مشتركة تجاه أفريقيا. هذا وتحدث جنتيلوني عن أزمة تدفق قوارب الهجرة نحو الجنوب الإيطالي، قائلا إن المحادثات مع القبائل بالجنوب إضافة للعمل على تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي قد أصبح يؤتي ثماره فعليا. جدد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني تأكيده على ضرورة تقديم المساعدة للقارة الأفريقية مقارنة بما تبذله بلاده تجاه الأوضاع في ليبيا في الحد من الهجرة غير الشرعية. ودعا جنتيلوني في إحاطة أمام مجلس الشيوخ أوروبا إلى تسريع الإجراءات نحو سياسة مشتركة تجاه أفريقيا ووضع حلول ناجعة بشأن مواجهة أزمة تدفق المهاجرين عبر ليبيا نحو الجنوب الإيطالي. وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن ليبيا
تبذل ما في وسعها للمشاركة في التصدي لتلك الظاهرة المتزايدة. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن محققين يتتبعون الأموال الليبية المهربة أن قرابة 30 مليار دولار ستكون بيد سيف القذافي من أصل 50 مليار دولار من الأموال الليبية المهربة في دولة الإمارات. الصحيفة البريطانية أضافت أنه لا دليل على أن الإمارات قد نفذت قرار تجميد الأموال الليبية المهربة في الخارج، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا منها موجود في الإمارات والسعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى. دولة الإمارات رغم انكشاف مخططاتها في ليبيا عن طريق تقارير دولية إلى أنها لا زالت مستمرة في إفساد حياة الليبيين وتتحيل الفرص لذلك مستخدمة أموالهم المجمدة. منذ بداية الثورة 17 من فبراير لم تخرج دولة الإمارات من دائرة الشبهات والتعاملات المريبة واستخدامها لعدة شخصيات ليبية مثيرة للجدل وأصابع الاتهام تلاحقها من قبل عدة جهات دولية ومحلية وتقارير رسمية تثبت تورطها في زعزعة الأمن في ليبيا. وأخيرا صحيفة التايمز البريطانية تنقل عن محققين يتتبعون الأموال الليبية المهربة قولهم لا دليل على أن الإمارات قد نفذت قرار تجميد الأموال الليبية المهربة في الخارج وأن جزءا كبيرا من هذه الأموال موجود في الإمارات والسعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى. وكان مجلس الأمن الدولي قرر تجميد أصول أسرة القذافي في عام 2011 بقرار رقم 1970، إلا أن الأمم المتحدة ذكرت في يونيو الجاري أنها تحقق في معاملات مالية مشبوهة بين حسابات تخص أفرادا من النظام الليبي السابق كثير منها في دولة الإمارات. وأضاف المحققون أن قرابة 30 مليار دولار ستكون بيد سيف القذافي من أصل 50 مليار دولار من الأموال الليبية المهربة في دولة الإمارات. وها هي الإمارات تستمر في خلط الأوراق بليبيا وتحاول استخدام سيف القذافي كما سخرت مسؤولين في النظام السابق لإنجاح مخططاتها في ليبيا عن طريق الأموال والأرصدة الموجودة في بنوكها مستفيدة من عدم تجميدها واستعمالها لإفساد حياة الليبيين بأموالهم التي جعلت وبالا عليهم ما لم يتمكنوا من تدارك أنفسهم وبلادهم. فاصل قصير تتابعون بعده. في درنا حملة درنا الخير توزع 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. جهد الشهور ونعمة الإسلام نهر الأجور ومنبع الحسنات جهد الشهور ونعمة الإسلام القلوب حياتها وضياؤها غوث القلوب حياتها وضياؤها حياتها.
رمضان يا رمضان 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 يا رمضان. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم من جديد. أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا أوضحت فيه الرأي الشرعي في الجدل القائم في كيفية إخراج زكاة الفطر. البيان دعت فيه الهيئة جميع الفروع والمكاتب والوحدات التابعة لها وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ إلى ضرورة حث الناس على إخراج زكاة الفطر، ونوهت على أن علماء السلف الصالح اتفقوا على إخراجها طعاما وجو أزا كثير منهم إخراجها نقضا حتى داخل المذهب الواحد، كما طالبت الأئمة ألا يحجروا على الناس ما وسعته الشرعية الإسلامية، وأن المسائل الخلافية يعود الأمر فيها إلى دار الإفتاء. من جهتها هبت دار الإفتاء الليبية المواطنين في ليبيا أن يتحروا رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وأوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تكون عند غروب شمس يوم السبت القادم 29 رمضان 1438 هجري، وأن يدلوا بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية كلها في منطقته. كما دعت دار الإفتاء المحاكم أن تفتح أبوابها في تلك الليلة لتلقي الشهادات وقبولها إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للشهادة. أكدت مصادر من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني سبراتا على قيام مجموعة من الشباب المتطوعين بتكوين لجنة تشرف على توزيع الوقود داخل بلدية سبراتا. وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق مع 8 من أصحاب الشاحنات لتغذية عدد من محطات الوقود بالمحروقات استعدادا للبدء بتوزيعه من مساء الخميس، على أن يستمر العمل طيلة هذه الأيام في الفترة الليلية لتخفيف من معاناة المواطنين داخل بلدية سبراتا. أصدرت إدارة فرع الحرس البلدي غريان بيانا الأربعاء حذرت فيه من تناول بطاطا تشيبس والتي تم ضبطها منتهية الصلاحية. البيان أكد بأن أكثر من 70% من بطاطا تشيبس تعاني من سوء نقل وسوء تخزين، وأنها تنقل في سيارات مكشوفة وتتعرض إلى أشعة الشمس الحارة. وأشار البيان إلى غياب الضمير من بعض التجار جعلهم لا يتوانون عن بيعها رغم أنها منتهية الصلاحية، وبذلك وجب الانتباه من أجل سلامة أطفالنا بحسب البيان. بحثت لجنة تحديد الأحمال بالشركة العامة للكهرباء الأربعاء بطرابلس رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والاقتصاد في الاستهلاك. وأفادت الشركة أن رئيس مجلس إدارتها ناقش مع لجنة تحديد الأحمال وبعض المسؤولين في الشركة توفير الطاقة الكهربائية بإطفاء إنارة الشوارع وتحديد استهلاك الكهرباء للمساجد. وأضافت الشركة أن المجتمعين يعملون على آلية تلزم أصحاب الكسارات والمصانع والصناعات الوسطى بإيقاف تشغيلها أثناء ساعات الذروة وتحديد سقف استهلاكها للكهرباء. عادت حركة الملاحة الجوية لمطار عتيقة بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد توقفها حسب ما نشرت الصحيفة الرسمية للمطار على موقع الفيسبوك. وكان المطار قد شهد الأربعاء اضطرابا أمنيا دفع سلطاته إلى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، من بينها رحلة قادمة من مطار جدة
تقل معتمرين، وبحسب مصادر أمنية بالمطار فقد تم تحويل الرحلات إلى مطار بصراتة بعد اقتحام برج المراقبة من مسلحين تابعين لمجموعات عاملة بالمطار دون أن يعرف سبب الخلاف الذي تطور إلى إطلاق النار. وزعت بلدية طرابلس المركز الأربعاء عددا من السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من برنامج المساعدة الأمريكي، وتم توزيع المساعدات على ذوي الدخل المحدود والمقيدين في سجلات بلدية طرابلس التي أشادت برعاية البرنامج الأمريكي للمساعدات الإنسانية في التخفيف من معاناة الليبيين. مع اقتراب العيد تعيش الأسر الليبية ظروفا صعبة وسط انعدام الأموال في المصارف. التقرير التالي والتفاصيل. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، لا زال المواطن الليبي يعيش حالة من الترقب عما ستسفر عنه الساعات القادمة في وضع تشوبه الكثير من المشاكل، الأمر الذي أثقل كاهله. ارتفاع للأسعار واختفاء للسلع وندرة في غاز الطهو، وزد على ذلك انعدام الأموال في المصارف. هكذا هي حياة المواطن الليبي، طوابير أينما تولي وجهك، حتى أصبح رغيف الخبز يأخذ جهدا ووقتا في ظروف أقل ما توصف به أنها صعبة. فساعات النهار الطويلة تحت الشمس الحارقة لا يعيها إلا من اكتوى بنارها. الأسواق مكتظة بكل شيء إلا من السلع التي وقعت بيد من صرفت له الاعتمادات والمضاربين وتجار الأزمات بعد مباركة المركزي. الحليب واللحوم المستوردة والخضروات ربما اختفت أو بيعت بأسعار مرتفعة وسط نداءات واستغاثات لا مجيب لها إلا الله. أما المسؤولون فهم الحاضر الغائب، كثر يوم الغنيمة وغياب يوم المغرم، ويعزو البائعون ارتفاع الأسعار إلى أصحاب الاعتمادات التي يتم تبييضها في الإمارات، وهم صنف لن تراه ولكن ستجد نتيجة أفعالهم في عيون الأطفال وأرباب الأسر العاجزين عن تلبية طلبات أسرهم التي تحولت إلى كماليات بعد فقدان الأموال في المصارف التي أصبحوا يبيتون أمامها بالأيام والليالي من أجل بضعة دنانير. لقد أصبحت حياة الفرد الليبي رهينة ما يتركه تجار الأزمات والمتلاعبون بمستقبل ليبيا بحفنة من الدولارات هي ما تبقى في خزائن الدولة التي أعياها السلب والنهب. بدأ مصرف الوحدة الرئيسي ووكالة الوحدة فرع جامعة السرت بمقره المؤقت بمصرف الوحدة سوق الثلاثاء طرابلس في توزيع السيولة النقدية المخصصة لزبائن المصرفين من مواطني سرت. وقال مدير فرع مصرف الوحدة سرت حسين ديراج الأربعاء إن القيمة الإجمالية النقدية التي وزعها المصرف أكثر من 2.5 مليون دينار لأكثر من 1400 مواطن ومواطنة من بلدية سرت، وأن قيمة السحب بداية التوزيع كانت تتراوح بين 1000 و1500 دينار للصك الواحد. أشرفت الهيئة الليبية للإغاثة بطرابلس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة بني وليد على تقديم مساعدات لعدد ل300 عائلة نازحة، وجرت عملية التوزيع المساعدات بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني بني وليد وجمعية العطاء الخيرية، وكان التوزيع على عائلات نازحة من طوارق المقيمة في مدينة بني وليد. وزعت حملة درنا الخير أكثر من 150 سلة غذائية تتكون من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة يوم الأربعاء. وقامت الحملة بالتوجيه إلى الأحياء العشوائية في المدينة والتي يعاني قاطنوها من ظروف معيشية صعبة، ووزعت عليهم السلال الغذائية. وتأتي هذه الحملة بحسب القائمين عليها بهدف مساعدة الأسر وتخفيف الأعباء عليهم تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. يشار إلى أن تجمع نهار طرابلس
قام بإرسال شحنة من المساعدات الغذائية لحملة درنا الخير والتي تشرف عليها 4 جمعيات خيرية بمدينة درنا. لخبز التنور أو الفرن في مدينة درنا نكهة خاصة ويعتبر من معامل سفرة الأفطار بالمدينة. خبز التنور يلقى رواجا خلال شهر رمضان المبارك، وهو من أهم ما يحرص أهالي مدينة درنا على أن يكون حاضرا على مائدة الإفطار. وتبدأ مراحل تجهيز خبز التنور ابتداء بتجهيز الفرن والذي يصنع خصيصا ويعد لهذا الغرض، مع تغيير في طريقة صناعة الفرن حيث كان يصنع قديما من الطين ويتم بناؤه في المكان المخصص له في البيت، ولكن مؤخرا أصبح يجهز بطريقة أخرى وغالبا ما يراعى فيه إمكانية التنقل. ولإعداد خبز التنور أو خبز الفرن كما يسمى في بعض المدن الأخرى، يوضع الحطب بداخل الفرن أو التنور ويترك لفترة من الزمن لتجهيز الجمر الذي يعتمد عليه طهو الخبز بالشكل المطلوب، كما أن الحطب المنشود لهذا الغرض يكون وفق معايير خاصة، ولا يمكن الاستغناء بالفحم عن الحطب تطلعا للنكهة المميزة. ومن المعروف عن الكبار في السن أنهم يشترطون أن يصبح لون الفرن أبيضا من شدة الحرارة قبل وضع العجين بداخل التنور، وهذا أي اللون الأبيض دليل على أن حرارة الفرن تسمح بالتصاق العجين على جدار التنور. وبعد تجهيز الخميرة وإضافة معايير العجين بالإضافة إلى الكمون، يضاف ماء الورد كنكهة درناوية خالصة ومميزة، ومن ثم يوضع العجين داخل الفرن ويترك لدقائق حتى الاستواء في معادلة تحرص على النضج الكامل وعدم احتراق أي من أجزاء الخبز. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أسعار النفط مستمرة في الانخفاض، وأن الذي يمكن أن يقلب أسعار المعروض من يوم إلى آخر هو الدولة الغنية بالنفط ليبيا. الصحيفة أشارت إلى أنه بالتناقض مع توقعات كل الخبراء فقد ارتفع إنتاج ليبيا من النفط في الأشهر الأخيرة ليصل الأسبوع الماضي إلى مستوى 885 ألف برميل يوميا، أي ما يقرب من 3 أضعاف إنتاجها قبل عام واحد فقط. وتابعت الصحيفة أن الإنتاج غير المتوقع في ليبيا أضاف إلى الضغط الذي يدفع الأسعار إلى الانخفاض، وأن ليبيا قد قوضت بالفعل جهود أوبك لخفض الإنتاج العالمي من النفط بزيادة إنتاجها المفاجئ وفق الصحيفة. يحاول قطاع النفط في ليبيا الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية تزامنت مع تخمة المعروض وهبوط الأسعار بشكل ملفت في وقت لا يلمس فيه المواطن تحسنا في مستوى المعيشة التي تدنت على نحو مثير للقلق. تراجعت أسعار النفط بشكل ملفت خلال 3 أسابيع الأولى من هذا الشهر، حيث انحدرت الأسعار بنسبة 16% نتيجة الارتفاع المعروض من النفط الخام ومشتقاته في السوق العالمية، مع ازدياد الانتاج في الولايات المتحدة وليبيا ودول قليلة أخرى. خلال الأسبوع الماضي توصلت شركة فينترشال الألمانية للنفط إلى اتفاق مؤقت لتسوية نزاع مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الانتاج في حقلين من المحتمل أن يسهم في زيادة الانتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا. وبالفعل ارتفع الانتاج اليومي للبلاد مبدئيا بمقدار 50 ألف برميل. كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن خطة تطوير من 3 مراحل لرفع الانتاج الليبي إلى 1.32 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2017، وإلى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018، وإلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2023. من جهتها قالت نيويورك تايمز أن هذا النوع من النمو سيتطلب خبرات شركات النفط الغربية التي تبحث عن الاستثمار في ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار والأخطار التي يواجهها عمالها،
مضيفة أن عددا قليلا من المسؤولين التنفيذيين للنفط خارج ليبيا متفائلون بأن تلك الأهداف قد يتم التوصل إليها. ورغم جهود إدارة قطاع النفط من أجل الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية، فمن المتوقع أن تتآكل إيرادات الدولة الليبية من الصادرات النفطية بفضل هبوط الأسعار الناتج عن تخمة الأسواق العالمية، بحيث لا يلمس المواطن أي تغيير في مستوى المعيشة الذي ناله التدهور بفعل سياسات مالية ونقدية متضاربة بين مؤسسات الدولة المنقسمة على نفسها، التي جعلت آلاف الليبيين يمضون أياما بلياليها من أجل سحب القليل من المال من حساباتهم المصرفية التي أصبحت رهينة المشهد الليبي الزائد تعقيدا يوما بعد آخر. ومن جانبي، وفي خبرنا العالمي، حيث قال مسؤول قطري إن الآثار الناجمة عن الحصار السعودي الإماراتي لقطر في مجال الغاز ثم تجاوزه بعد فرض الحصار بخمسة أيام، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الشريد الكعبي، وفي تصريح صحفي أضاف قائلا إن منطقة جبل علي الصناعية في دبي سيلحقها ضرر كبير في حال استمر الحصار، مؤكدا قيام الإمارات بمنع السفن المتجهة لقطر من عبور مياهها الإقليمية، ما اضطرهم لفتح ممرات جديدة. وفي الخبر الأخير، حيث قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة هدد النواب الأمريكيين قائلا إن بلاده ربما توقف التعاون الأمني مع الولايات المتحدة إذا ما مرر قانون جاستا حول رعاة الإرهاب. وجاءت تهديدات العتيبة ضمن مجموعة من الرسائل الإلكترونية لتكشف تورط العتيبة ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في الضغط على نواب أمريكيين بعدم الموافقة على تمرير القانون في 2016. من جهتها، قدمت مواطنات أمريكيات دعوى بحق بنك دبي لتمريره خدمات مالية وأشكال أخرى من الدعم المادي لتنظيم القاعدة في هجمات 11 من سبتمبر. والآن جولة في أسعار العملات الأجنبية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. شورى ثوار بنغازي يصد هشوما لميليشيات حفتر على محور وسط البلاد بمدينة بنغازي. الخارجية القطرية تدين تصريحات المتحدث باسم حفتر أحمد المسماري وتصف ادعاءاته بالكذبة والمضللة. الأمين العام للأمم المتحدة يعين رسميا غسان سلامة مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا. كما تابعتم أيضا في ذرنا، حملة ذرنا الخير توزع 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة. ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.